بالك انت عبكويم يا اخوي، اني احلامي تختلف كليا عنك. احلام ايه يا عم؟ انا عايش طول عمري مطبق اصلا. انا نفسي الاستاذ تامر ده يخفى بقى من قدام وشي، نفسي ينطرد من العاصمه شر طردي. يا عم بس خليك بسيط، هو وزل بس طيب. يا راجل افتكر لنا حاجه عيد ليه؟ طب انا هقول لك سر. ما بلاش يعني، احسن الكلام يتنطوق. مال ايدك؟ لا حظ حظ حظ. انا نفسي ومنى عيني الاستاذ تامر دي اخنقه كده. اصل ده لا سر ولا حاجه، لو تفتكر انه سر لان بخش كده عليه كل يوم واقول له في وشه يا استاذ تامر انت مش استاذ تامر ولا حاجه، ولا العاصمه تعترف بيك من اساسه. لا 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 لا، الكلام دوت انا حاسس يعني انه من ورا قلبك. ده من جوه صميم تلافيف قلبي. بلك انت مره غلط قدامي كده فس وتغطي صغيره فسخت وحيدتي الدين كده. لا لا، كانوا كفين يا استاذ عاطف. ده انا ودني صفاري. استاذ تامر انت جيت امتى يا استاذ تامر؟ اسمع يا هلا، كارت احمر، طرد ورا العاصمه مدى الحياه. سامحني يا استاذ تامر، سامحني. مفيش سامحني يا هلا، من بكره هتلاقي اسمك في كشوفات الممنوعين من السفر في قطرات ابلي وبحري وبوجهات عبود. خلاص خلاص، عندنا مواضيع يا تامر ويا هفه. انت هلا بتصدر له كمان بره املاك يا ولا املاك خالي؟ العان ياض يا عبكويم. استنى يا استاذه، بص 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 يا ضاع ياض. لحظات اسمع. ولا سلم يا لا ولا سلم عندي ايك. اسمع يا ابني. حد سمع حاجه؟ انا ما قلتش حاجه ولا انا سمعت حاجه خالص. خالص امسك يا ولا سنوحي الفرقه الثالثه. ابو وافي الفرقه الاولى. اسمع عاد التوهول، عايز اداء فردي جماعي متميز، عايز نلحق نجيب حق المكنه دي ونغيرها بواحده بتعمل بالاشعه تحت الحمراء. واحنا هنوزع كل ده؟ والله الولا عاطف كان بينفع، ده كان فريره في التوزيع. عاطف ده يا ولد شطب خلاص من سجلات العاصمه ونهائيا. سنوحي سنوحي هو ماله شدد عليه كده؟ ما ياما فاعل مهموز ورا المهموز وكان بيعدي ايله. وين 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 سامع كده مهامه ونميمة قصب وزرعات. اللي مش عاجبه طريقة حكمي وإدارتي للأزمات يتفضل يطلع بره والباب يفوت جمل. مين؟ على هايتي. مين يا أستاذ تامر؟ مين؟ ينفع أفتح أنا يا أستاذ تامر؟ تفتح إيه يا ولا هايتي؟ معاه مفتاح. قصدي يعني بتيجي ساعات بالليل تشقر عليا تغطيني وأنا نايم كده يعني. خش يا هايتي. أبوس إيدك يا أستاذ تامر، أبوس إيدك، سامحني. هايتي وبيس بتخدعني يا ولا. اتعلمت اساليب العاصمه يا لا عاطف. معلش زلت لسان، سامحني يا استاذ تامر. معلش انا ياما سامحتك يا لا، انا مش ظالم، مش ظالم. ياما اديتك فرص يا لا. صح صح، كنت بقول ده حماس الشباب، طاقه عاوزه تخرج واني مهمتي كاستاذ وبروفيسور ان احولها لحاجه ايجابيه، لكن انت تجاوزت كل الخطوط الحمراء يا لا. معلش طب اديني فرصة أخيرة يا أستاذ تامر. خلاص خلصنا. ما تديني يا أستاذ تامر. الله، ما بلاش الشح بتاع المصاروة دي. اخرس يا ولا. يا أستاذ تامر أنا بقالي يومين تايه عمال ألف في الشوارع. رحت حتة كده اسمها طلعت طلعت يا محلى نور. هي لا مش طلعت يا محلى نور، هي اسمها طلعت حرب يا أبو جهل. اسم الله عليك، طلعت حرب فيها صينية. قعدت أفر فيها أفر فيها أفر فيها 8 ساعات. ابن اجيب اخرها ايه؟ ما ابدا. ولسه يالا مش خرجت عن طوعي؟ لسه بتلف في الصينيه الكبيره بتاعت ميدان التحرير كده؟ ماشي ماشي يا استاذ تامر، بس حياك كل كلمه حب حلوه قلتها. ايه ده يا عاطف؟ بس يا سنوح، حياك كل شارع مسفلت مشيت فيه، حياك كل كوبري طلعتني عليه في العاصمه. ايه ده يا عاطف؟ بس يا سنوحي، احيات كل اعلان بيلعلط بالنور بيطفي ولع كده هو. انا هرجع عاطف، هرجع هرجع يا استاذ تامر، بس هرجع كبير كبير قوي. انت انتهيت يا ولا، وقبل ما تبتدي اطلع بره.